النهارده ان شاء الله شارك معاكي روتين العنايه المسائي للبشره لبشره نضره صافيه خاليه من التجاعيد المسام الواسعه والبقع. لو عايزه تعرفي ازاي خليكي معايا لاخر الفيديو. ازيكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بالف خير. انا افرح حمدي خبيره التجميل الطبيعي والعافيه، والنهارده هوريكم الروتين المسائي بتاعي وانا بستخدم ايه وكل حاجه بالتفصيل. طبعا لو انت ما شفتيش الفيديو بتاع العنايه بتاع الصباح، انصحك ان انت بعد ما تشوفي الفيديو ده لازم تشوفي العنايه الصباحيه، لان روتين الصباحي وروتين المسائي بيكملوا بعض وما ينفعش واحد منهم من غير التاني. الروتين بتاع الصباح بتاعي احط اللينك بتاعه تحت الفيديو ده في صندوق الوصف، ولو انت على الفيسبوك برده هيكون في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا في الفيديو. هنبدأ في خطوة تنظيف البشرة. بالنسبة لتنظيف البشرة في هذه الأيام أنا بستخدم لتنظيف بشرتي اللونة ميني 3 من فوريو. زي ما ذكرت قبل كده الفوريو تول حلوة قوي قوي لما تكوني بتنضفي الميك اب من على بشرتك، لان هي فعلا بتشيل كل حاجة من على وشك. لما بتمسكي قطنة بعد كده وتنضفي وشك فعلا بتلاقي القطنة طالعة، مفيش اي حاجة خالص. اول خطوة طبعا في تنظيف الميك اب ان انا باخد قطنتين ببلهم وبحط عليهم المنظف بتاع العيون، وبعدين هاخد مزيل ميك اب العيون. لو انت ما عندكيش مزيل ميك اب للعيون تقدر تستخدمي خلطه من زيت الزيتون مع زيت جوز الهند. زيت الزيتون اللي هو بيبقى يعني اصلي ومن بدون شوائب وكده، انه ممكن يبقى حامي شويه على العيون. ممكن تستخدمي زيت جوز الهند لو انت عاوزه تبقي في الامان قوي يعني، كمزيل ميك اب من عينيكي. انا دايما بحب ان انا اعمل حركات دائريه كده كاني بعمل مساج لعيني في نفس اللحظه، بيعمل على الاسترخاء جدا يعني. ناخد قطنتين كمان عشان نتاكد ان احنا نضفنا 100%. طبعا لما احس ان خلاص مفيش حاجات بتطلع يعني في القطنه بنتقل على الحواجب، وبعدين عشان اتاكد قوي بقى اخد كيو تيب. تمام كده احنا نضفنا العين. دلوقتي ننتقل على الوش. اول حاجه طبعا ببل وشي شويه ميه. طبعا انا مش هغسل وشي 100% هنا، انا بس هوريكم انا بستخدم الاداه من فوريو اللي انا بستخدمها لتنظيف وشي ازاي، وبعد كده هروح اغسل وشي وارجع لكم تاني. فهبل الفوريو تول واحط عليها شويه غسول فومينج. لما اكون بالذات بنضف ميك اب لازم احط فومينج، غسول فومينج يعني. وبعد كده ابتدي ان انا انضف البشره. ما ننساش الرقبة طبعا، انا اصلا مش بحط على رقبتي ميك اب طبعا، انا كل اللي بحطه منتجات العناية بالبشرة فقط، واصلا انا مش بحط فاونديشن. وانا عملت الروتين بتاعي في فيديو ان شاء الله، لو ما نزلش اوريدي ان شاء الله هينزل قريب روتين الميك اب بتاعي. طب ليكي استخدميه على شفايفك كمان، رهيبة جدا، هتبقى بمثابة تقشير لشفايفك وهتحس ان هي ردت فيها الحياه كده. تمام مدتها خلصت، هسيبها وهروح اغسل وشي وارجع لكم تاني. بعد طبعا ما غسلت وشي بنشف وشي بفوطه معموله من المايكرو فايبر، فوطه حنينه قوي قوي على البشره. بعد بقى ما بنضف بشرتي بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي عشان اتاكد مليون في الميه ان مفيش اي حاجه على بشرتي خالص، لو انا مش حاطه ميك اب مش بعمل الخطوه دي. بعمل خطوه ان انا استعمل تونر عشان اتاكد مليون في الميه ان انا شلت كل حاجه من على بشرتي. طبعا التونر لازم يكون حاجه تناسب نوع بشرتك. انا نوع بشرتي بشره مختلطه، يعني بتجمع بين البشره الدهنيه والبشره الجافة، فبس مش عندي حبوب كتير او اي حاجة. مشكلتي ان انا عندي المسام الواسعة متمركزة في الحتة دي، وانا بتعامل معاها وبحلها باستعمال حاجة معينة هقولك عليها كمان شوية. بعد ما عملت خطوة التونر هندخل بقى دلوقتي على خطوة المواد النشطة. يعني ايه بقى مواد نشطة؟ المواد بقى اللي هي بتعمل شغل في البشرة. بالنسبة للبقع انا بستخدم فيتامين سي، ده الفيتامين سي اللي انا بستخدمه، بستخدمه دايما بالنهار. في اعتقاد شائع غلط جدا انه فيتامين سي ما تستخدموش بالنهار. فيتامين سي حاجة مضادة للاكسدة، يعني دورها رئيسي اصلا بالنهار، وفي ناس كتير قوي عندها اعتقاد ان انا لو خرجت بيها هيتاكسد. مفيش حاجة اسمها كده. فيتامين سي كفيتامين سي حفظه ان انت المفروض تحطيه على رف التلاجة. ليه؟ عشان تبطئي او تمنعي عملية التاكسد. هو يفضل تخزينه في مكان مظلم يعني بارد، فهتطولي عمره وهتزودي فعاليته. يعني ما ينفعش مثلا انت تحطيه في مكان سخن. قالولي مثلا لمساه بايدي هو ساقع اوريدي لانه طالع من التلاجة، ما تحطوش في الفريزر طبعا، بس يفضل افضل مكان تحطيه مقفول كويس قوي وتحطيه في التلاجة. دي اول حاجة، انه الفيتامين سي نفسه ما يتأكسدش، هو نفسه ما يتأكسدش. لما بتحطيه على بشرتك وبشرتك ناشفة ونظيفة وكل حاجة، هو بيقوم بوظيفته، هو بيخترق بشرتك وبيوصل للطبقات اللي المفروض يوصل لها، وبيبقى مضاد للأكسدة وبيحفز على
انتاج الكولاجين، وكمان بيفتح بشرتك، بيقلل البقع اللي فيها. مستحيل يأكسد لك بشرتك او يضر بشرتك عشان انت خرجتي بالنهار، لان هو اصلا بيحميكي اصلا من اشعه الشمس. يعني هو من الحاجات اللي انت لو عايزه تحمي بشرتك من اشعه الشمس وتاثيرها تحطي فيتامين سي. ده ما يغنيش عن الواقي من الشمس. خطوه الواقي من الشمس خطوه اساسيه، هي شيلد او حامي بين بشرتك وبين الشمس. مفيش حاجه هتحمي بشرتك من الشمس بنسبه 100%، مازال حتى وانت حاطه واقي من الشمس، الشمس برضو بتخترق بشرتك وبتوصل لها بس بنسبه طفيفه جدا، بتقللي من الكونتاكت او التعامل او التاثير بتاع الشمس في بشرتك. فدي حاجه ودي حاجه. ولو انا كنت عاوز استخدمه بالليل كمان كنت هستخدمه، زي ما هشرح لك كمان شويه، هشرح لك ليه بستخدم الريتينول وليه مش بستخدم الريتينول مع فيتامين سي. نرجع للماده النشطه وهي السيرم اللي انا بستخدمه بالليل. انا ذكرت في الروتين بتاع الصباح ان انا بستخدم احيانا النياسيامايد، عشان النياسيامايد بيساعدني ان انا اقفل المسام الواسعه، بس مش بستخدمه كل يوم. فانا اساسي بالنسبه لي فيتامين سي بالنهار، ده اساسي مفيش فيه نقاش. لكن لو لاحظت ان انا عندي المسام واسعه شويه فبروح راكنه الفيتامين سي على جنب وبروح حاطه النياسيامايد. انا بحط دلوقتي بالليل ريتينول وبستخدم تريتمنت كامله ريتينول، يعني بحط ماده نشطه ريتينول وكمان المرطب بتاعي بحط ريتينول. نيجي دلوقتي للسؤال اللي بيطرح نفسه، انا ليه مش بستخدم فيتامين سي مع ريتينول، مع ان في اراء قديمه وقويه جدا كتير قوي بتقول انه فيتامين سي وريتينول بيشتغلوا مع بعض زي السحر، ولكن العكس هو الصحيح وهقول لك ليه. شوفي يا عزيزتي، الفيتامين سي بيحتاج انه بشرتك تبقى على درجة بي اتش حوالي 3.5، يعني 3.5. اما الريتينول بيحتاج ان بشرتك البي اتش بتاعها يكون درجته حوالي 6، بين 3.5 و6 في فجوة كبيرة جدا. اللي انا عاوزاك تعرفيه انه الحالة اللي بيشتغل فيها الريتينول لأقصى درجة ممكنة تختلف عن الحالة اللي بيشتغل فيها فيتامين سي لأقصى درجة ممكنة. كل واحد منهم على حدة، الريتينول والفيتامين سي من أقوى التريتمنتس أو العلاجات لعلاج التجاعيد وتصبغات البشرة، ولكن لما بندمجهم مع بعض بيقللوا فاعلية بعض. اللي احنا بنتكلم فيه علم وحقائق مش فلسفة ولا مجرد آراء مرسلة. نيجي دلوقتي الريتينول. لما تيجي تحطي ريتينول او تيجي تحطي فيتامين سي او تيجي تحطي اي ماده نشطه لازم بشرتك تبقى جافه، يعني تتاكدي ان هي مش مبلوله، عشان البي اتش زي ما قلت لك درجه البي اتش بتاعت بشرتك تبقى يعني متحضره ان هو يغيرها ويشتغل لاحلى درجه ممكنه. انا بوزع الريتينول على مناطق وشي بتساوي، دايما ببدا من جوه واطلع لبره. في ناس عندها اعتقاد ان الريتينول ما بيتحطش تحت العين، غلط، مش صح ابدا. بس طبعا لما تيجي تحطي اي حاجه على بشرتك حرصي وما تدخليش حاجه في عينك، لان الحاجات دي مش معموله انها تخش في العين، هي مش قطره طبعا، فلو دخلت في عينك هتسبب لك مشكله كبيره، تبقى بس حوالين عينك. دلوقتي انا هبتدي اوزع. انا لما بلاقي اماكن فيها زي خطوط او كده او علامات تعبيريه بركز عليها جدا، لان الريتينول بيساعد على اخفاء التجاعيد والعلامات التعبيريه طبعا مع الاستخدام المستمر، وتريتمنت رائعه جدا لبشرتك لو انت عندك اي خطوط او علامات او تجاعيد او اي حاجه زي كده. وطبعا التوقيت بتاع الريتينول التوقيت الصحيح اللي ما فيهوش اي نقاش هو بالليل فقط، الريتينول ما ينفعش تستخدميه بالنهار. دي حاجه طبعا اجمع عليها كل خبراء البشره، مش انا يعني، ده مش رايي الشخصي، ودي الطريقه اللي بيشتغل بيها الريتينول. ما ينفعش اصلا تتعرضي للحراره، لو تعرضتي للحراره مفعوله بيقل جدا وبالعكس ممكن يضرك، مش ينفعك. الحاجات المواد النشطه دي بتلاحظي ان هي جافه شويه، بتمتصها بشرتك بسرعه، مش بتسيب وراها يعني ملمس رطب، بتبقي محتاجه ان انت لازم تحطي مرطب فوقيها. نيجي دلوقتي للخطوه اللي بعد كده وهي خطوه المرطب. دايما ببدا بالمناطق اللي هي اصلا عندي اللي تعتبر دهنيه، يعني في اعتقاد شائع انه الاماكن اللي هي الدهنيه المفروض ما نرطبهاش، هو العكس هو الصحيح اصلا. المناطق اللي هي بتكون دهنيه دي لو ما رطبناهاش بتفتح كده وبتبقى فيها مشاكل كتيره، من ضمنها بالنسبه لي انا مشكله المسام الواسعه. دلوقتي انا بعد ما حطيت كريم الريتينول بقعد اعمل مساج طبعا كده بحيث ان بشرتي تمتصه. بس انا هوريكم بقى حاجه حاليا انا بستخدمها بتساعدني ان انا فعلا بشرتي تمتص يعني المرطب ده بنسبه رهيبه جدا.
دي أداة من فوريو اسمها يوفو 2، هي تعتبر يعني زي سبا متنقل كده، بيعمل لك سبا تريتمنت في 90 ثانية. التريتمنت اللي بيعملها بمنتهى البساطة هي من الـ LED light. الـ LED light هي تكنولوجيا جديدة في عالم التجميل الطبيعي، بتعالج مشاكل البشرة عن طريق درجات معينة من الضوء، مش الضوء الطبيعي اللي احنا بنشوفه ده، هي ضوء معين. الجهاز ده اللي انت شايفاه الصغير قدامك ده فيه كذا اوبشن من الضوء، بالنسبة لي فيه اوبشنز معينة هي اللي انا مركزة عليها دايما من وقت للتاني. اولها الضوء الاحمر، ده المفضل بالنسبة لي، ده اللي بيساعد على تحفيز انتاج الكولاجين في البشرة. والضوء الازرق اللي بيمنع تكون البكتيريا، والضوء الاصفر او البرتقالي واللي بيقلل من تصبغات البشرة. فطبعا انت لما بتفتحي الابليكيشن، لما بتظبطيه عندك، بتقدري ان انت تختاري الحاجات دي. فانا مش هدخل في الديتيلز دي انها ممكن تطول قوي، بس انا هوريك ازاي انا بستخدمها لمساعدة بشرتي انها تشرب اللي انا حطيته على بشرتي بشكل عميق جدا. هفتح الجهاز دلوقتي. تمام كده هو مستعد. المفروض ان انت تمشي على كل مناطق وشك. لما يبتدي يعمل بالسنج يبقى هو كده في مرحلة الامتصاص، المفروض ان انت تمشي على كل برضو مناطق وشك. دلوقتي هو عشان غير بقى ضوء اخضر، وهتحس من الناحية التانية انه في برودة كده. هو كده بقى البالسنج لما بيقل خالص معناه انه خلاص 90 ثانية خلصوا. بعد ما بتخلصي كده بتحس ان بشرتك بتلمع قوي، تحس ان انت لو لمست كده على خفيف تلاحظي ان بشرتك شربت كل حاجه، مش متبقي اي حاجه. طبعا لو عندك اي سؤال تقدري تحطيه في التعليقات وان شاء الله هجاوب عليه في اقرب وقت ممكن. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك، وطبعا لو عايزه تشوفي فيديوهاتي في المستقبل اعملي اشتراك وفولو على السوشيال ميديا، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. باي باي.